تصوموا وتفطروا على خير. و في هذه اللحظات نترحم على الإخوان كانوا معنا في هذا الشهر العظيم. منهم أخونا وحبيبنا عز الدين عبد الرحمن الكرم، ربنا يرحمه ويغفر له. واليوم فارق هذه الفانية أستاذ الكبير الكوباني له الرحمة والمغفرة. وأتمنى أنه الليلة نقضي يوم وسهرة جميلة في حضوركم. عيوني سكة الدرب اللي بودر ما بيجيب الزول دياره، فرحة الطير لما يرجع شايل الزاد لصغاره، لما يرجع شايل الزاد لصغاره.